هذا سائم يقول: ما معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ معناها أن الإنسان لا ينظر إلى الناس إذا هلكوا ويقول هذا أمر عام وهذه أمور ما لنا حيلة ويدخل فيها، عليه أنه ينجو بنفسه مع أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يقول الناس كلهم على هذا ولا أقدر ويفعل مثل فعله. عليكم أنفسكم، يلزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليس معناه أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مهتديا إذا اهتديتم. ومن الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب مقدرة الإنسان، لكن لا يغره ما عليه الناس ويتساهل ويقول أنا مثلهم، أنا بس أبجاريهم كما يقول بعض الناس اليوم وكثير من الناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.